language. Talking about quantity. الكلام عن الكميات. We use many and a few with countable plural nouns. نستخدم many أو a few with countable plural nouns مع الأسماء الجمع القابلة للعد. أسماء اللي بتكون بصيغة الجمع القابلة للعد. طبعا many للكسرة والfew للقلة. على سبيل المثال we need a few users to test this. نحتاج يعني عدد قليل أو بعض المستخدمين لاختبار هذا. They don't have many customers. ما عندهم كثير من الزبائن. طيب. We use much and a little with uncountable nouns. نستخدم much و little مع الأسماء الغير معدودة. مع الأسماء الغير معدودة. طبعا much للكثرة و little للقلة. على سبيل المثال we have a little money. عندنا القليل من النقود. For online shopping each week. لإيش للتسوق online كل أسبوع. طيب مثال آخر I don't have much knowledge on that subject. ليس لدي الكثير من المعرفة حول ذلك الموضوع. طيب we use a lot of and some with countable and uncountable nouns. نستخدم lot of a lot of الكثير من and some أو بعض شايفين with countable and uncountable nouns مع countable والuncountable قابل معدودة والغير معدودة. على سبيل المثال a lot of business need e-commerce upgrades. الكثير من الأعمال تحتاج تحديثات للإيكوميرس. Some money has been kept aside for this. تم شو وضع بعض المال جانبا لذلك. طيب فإذا many و a few للcountable, much and a little for uncountable, a lot of and some with countable and uncountable. طيب 3. Choose the correct words to complete these sentences. استخدم الكلمات المناسبة لإكمال هذه العبارات هذه الجمل. طيب 1. مين بقرأ لنا إياها؟ أنا بقرأ دكتور. تفضل. يلا. A lot of much shops have online presences. Presence. أيوة presence وجود يعني. They sell money or much product online. طيب شلون حله؟ دكتور الشوبس محلاتي معدودة. ايوه. ماتش. فلا الماتش لغير المعدود. لغير المعدود عفوا a lot of. ايوه a lot of طبعا بصير المعدود غير المعدود فنقول a lot of shops have online presence. ايوه. شاملة. تمام. ايوه they sell. They sell هم يبيعون how much or many products online. Product منتجات غير معدودة. نقول how much. معدودة ليش غير معدودة؟ عديدة شوبس محل. ايه مثلا نقول الكمبيوتر هو منتج شايف. اداة تنظيف مثلا منتج غيره منتج هيك يعني. تمام. As I sell money product online. يعني ايه هلا هي فيها شوي يعني. شايف بس كان عديناه هون البرودكت. طيب ايش معنى العبارة؟ يعني هم يبيعون العديد من المنتجات مباشرة اونلاين عفوا. يبيعون they sell many ايوه products اونلاين ايوه بيعوا اونلاين. نعم. طيب اللي بعده كمل. Some or a little companies offer
customer service and advice on their e-commerce website. الشركات خلينا نقول some بعض انه معدوده. ايوه تماما معدوده. ايوه some companies offer customer service. ايوه خدمه زبائن. خدمه زبائن تقدم خدمه زبائن. And advice ونصائح شايف on their e-commerce websites على مواقع شايفين الالكتروني. ايوه بعده كمل. I do not have much or money. Knowledge. ايوه of computers but I cannot still بس shop online. Still shop online. ايوه شلون خلاه؟ ايش معناته كان اللودج دكتور؟ I don't have شلون؟ ايش معناته كان لودج؟ مو كنولودج هي نقراها نولودج نولودج لا نولج 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 ايوه نولج ايوه بنقراها شايف الكي قبل الان ما بتلتفز عاده شايف مثل نو معرفه ايوه معرفه ايوه نعم تمام فا اي دونت هاف ايشو ماتش ولا ماني ماني ماتش كمبيوترات معدودات غير معدود نولج غير معرفه غير معدوده معرفة إيه عفوا لك I don't have much knowledge ما عندي معرفة كتيرة of computers بالكمبيوترات تمام نعم but I can still shop online ولكن بإمكاني إشو إنه أتسوق أونلاين طيب بعده companies bind a lot of or money money of e-commerce security 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 ايوه الماني خرجنا نقول عليها المال غير معدوده غير معدوده ايوه فنقول او لا توف لا توف ايوه تمام نعم آه. تمام الفايف even when companies only have a little or a few money for online marketing they should spend it ايوه كمان نفس الحكي هون خرجنا نقول الليتل غير معدود للماني الليتل ايوه ايوه الليتل ماني اي ممكن نقول الليتل ماني ايوه غير معدوده ايوه تماما اذا even when companies only have a little money حتى لما بكون عند الشركات القليل من المال for online marketing من اجل التسويق اونلاين شايفين they should spend it لازم يدفعوا يعني معنى اخر انه الاونلاين ماركتينج التسوق اونلاين هام جدا بالتالي الشركات ولو عندها شويه مال تستثمر في الموضوع هذا معنى الجمله تمام طيب بشكل عام ما التبس عليكم الامر الالات اوف والسم تستخدم الكاونتبل والانكاونتبل عرفتوا اذا كان ردتوا في المحادثه ما تلتبس عليكم الامور شايفين فهذول بزبطوا للتنتين طيب هلا listening listen and repeat these phrases اسمع وكرر فراح اسمعكم ياهود اول شيء خذوا دقيقه حاولوا تقراوا لحالكم وشوفوا شلون لفظكم هلا قارنوا لفظكم مع اللفظ الصحيح Unit 5. Recording 30. 1. Not a lot of time. 2. Too much work. 3. Only a little money. 4. A few computers. 5. A lot of memory. نرجع من عيدة Unit 5 Recording 30
1. Not a lot of time. 2. Too much work. 3. Only a little money. 4. A few computers. 5. A lot of memory. طيب اقراهن دكتور. نعم اقراهن. اقراه ولا نشوف. One, not a lot of time. Two, too much work. Three, only a little money. Four, a few computers. A lot of memory. A lot of memory. Memory. طيب اسمع تركي رجع اسمع الثانية والرابعة اسمع. Unit 5. Recording 30. 1. Not a lot of time. 2. Too much work. سمعت شلون work لفظة؟ Too much work. مو work, work. Work, نعم. أيوة رجع اسمع. Too much work. سمعت؟ نعم. أيوة كلمة work ولا اسمع كمان كلمة computer. Work. أيوة كلمة نعم. computer. أربعة اسمع كمان. 3. Only a little money. 4. A few computers. سمعت؟ computers. أيوة ما بنلفظها مثل العربي مثل ما بنلفظها بالعربي. computer بنقول computer. نعم. computers بنقول. اسمع. computers. A few computers. A few computers. تمام. أيوة. فما مثل اللفظ العربي. مثل ما نلفظه نحن. طيب. 5. Speaking. Work in pairs. اشتغلوا كأزواج. Use the words in the language box on page 36 to talk about your own online shopping habits. طبعا هاي ما هي موجودة عندكم. أقول لكم اشتغلوا بش اسمه 2-2. Use the words in the language box on page 36. استخدموا الكلمات الموجودة بالصفحة 36 يعني الموجودة هون يعني شايفين. To talk about your habit, your own online shopping habits. لحتى تحكي شايفين عن عاداتك للتسوق الإلكتروني الأونلاين شايفين. طبعا هاي انتم مالكم مستخدمينه فما بإمكانكم يعني تحكوا عنه بس ممكنكم لحالكم تطبقوا شيء عنه. Example, I buy a lot of music online but I get a few clothes online. شايفين انه بشتري كثير من الموسيقى طبعا عندهم هاي يعني سوق رائج سوق الموضوع الاغاني والموسيقى وهالامور هي شايفين. فبقول I buy a lot of music online انه بشتري كثير من الموسيقى يعني شايفين online. But I get few clothes online. ولكن يعني بشتري او بحصل على القليل من الالبسة الملابس. ايه فهي يعني بيكون عندكم نوعا ما مثل ما تقولوا المعرفة بهالامر هاد حتى تحكوا عنه. بشكل عام الاونلاين مثل ما قلنا لكم يعني القطع اللي مبين مواصفاتها حسب مواصفاتها وكمان الافضل حتى القطع الخفيفة شايفين يعني مثلا فلاشة تشتري مثلا بدك تشتري فلاشة شايفين تشتريها اونلاين لانه هي شحنة ما بكلف كتير عرفتوا؟ نعم. بينما بدك تشتري مخدة اونلاين هي مثلا بتاخذ حجم شحنة شايفين ممكن يكون مكلف. فيعني بده يعرف الانسان بده يعرف شلون يشتري اونلاين وشلون. طبعا عادة الناس تترقب التنزيلات يعني وبتشتري وش كمان في كمان ملاحظة أخرى أحيانا الأونلاين بخدمك في موضوع السعر يعني على سبيل المثال في موقع اسمه ABE Books شايفين اسمه ABE Books فهذا بإمكانك تشتري عن طريقه شايفين من أي مكان تقريبا يعني من كثير دول حول العالم شايفين يعني هو الموقع هذا بيشتغل كوسيط ما هو البائع هو بيشتغل في موضوع الكتب شايفين الـ ABE Books
طاولة نشوف طاولة دكتور بيبحث على الأرخص بنبحث على الأرخص فيه طبعا نبحث على الأرخص ولا يعني حتى أرخص بشكل يعني إيش تقولون يعني بشكل كبير كتير نعم طيب هلأ شوفوا نضرب لكم مثال عليه كان حتى يكون عندكم شوي في الموضوع يكون في عندكم يعني نربط الموضوع بالنوع ما بالواقع بالعملي ما يكون بس مجرد كتاب طيب شوف هذا موقع مثلا لو دخلنا على موقع الأمازون لو شفنا كتاب كتاب University Physics أعطي لكم منه Physics 13th Edition مثلا Edition على الأمازون شوفوا طيب الأمازون.com هاي الأمازون.com فشوف هذا كتاب University Physics اللي أخذنا منه الميكانيك واحد شايفينه طيب نعم فهون شو حاط لكم سعره 46 دولار شايفين لا هون حاط لكم رينت عفوا بيبر باك أبا سيلرز مور باينج باي يوزد 259 دولار قلت تحت لحظة شوي وينه يا 239 وين 239 هذا لا ما هو هذا في هون عندك 46 شايف 46 دولار نعم بس رينت هون بحط لك شو اسمه ما ليش حط رينت رينت يعني مثل استعارة بيبر باك ورقي أو أدر سيلرز بعد نرجع للهارد كفر هارد كفر تكون اسمك 46 دولار أو أقول لك باي يوزد أو إذا بتريد مستعمل اعتبارا من 67 دولار تقريبا شايفين أو من 62 دولار أقول لك 30 مستعمل 30 واحد مستعمل من 62 دولار تمام فهون أقول لك هذا تحت 239 دولار أقول لك there is a newer edition of this item يوجد إصدار أحدث من هذا المنتج شايف اللي هو ال 15 لليونيفرستي فيزيكس الإصدار 15 هلا هذا الإصدار 13 هذا 13 شايفين أقول لك في الإصدار 15 في الإصدار 15 ب 239 دولار تمام وأقول لك هون only two left in stock فبقوا اثنين بس بالستوك اثنين بقوا مثل ما تقول بالمستودع شايفين يعني انه لحق حالك طيب هلا لو جينا هون شوفوا لو جينا مثلا على الاي بي اي بوكس قلنا مثلا University Physics University Physics 13th Edition ABE books طيب ABE books University Physics كوهني طيب قالوا شات سعره هون طلعت عندكم الصورة؟ تمام يا دكتور شات سعره؟ 6.26 أيوة 6 دولارات هون؟ نعم 4 دولارات 4 دولارات هذا لأنه هذا موقع بسيط قلت لكم هذا موقع بسيط مرتبط مع مكتبات حول العالم شايفين؟ مرتبط مع مكتبات حول العالم فبسوق لهم شايفين بسوق لهم فهون مثلا هاي المكتبة أقول لكم هون يوز مستخدم مستعمل quantity available الكمية المتاحة واحد from منين يعني هذا better word books من مكتبة أو من موقع للبيع اسمه better word books موجود في
في ميشاواكا في في امريكا امريكا ايوه طبعا هون حط لكم حط لكم كمان الشروط تبعيته ويني كون شوفوا حتى بحط لكم الكونديشن تبعه الحاله تبعته جود جيده شايفين شو سم ساينز اوف وير شايفين ف في عليه بعض ال بعض العلامات من الوير الوير تجي معناتها لباس او من ال يعني البلاء تقريبا انه بعض العلامات من انه العتقان يعني انه عتيق شوي شايفين and may have some markings on the inside وممكن يكون في عليه بعض ال يعني الكتابات التدوينات داخله تمام لو جينا على هذا مثلا قال لك هون كمان موجود وين في هاي مثلا HPB Emerald شايفين في دالاس في الولايات المتحدة فهون كمان Condition Good شايفين ف Used Books فكمان Some Shelfware بعض العتقان بسبب الرف شايفين May Contain Highlighting Notes ممكن يكون في عليه بعض التعليمات والكذا لو جينا لهون 2.87 دولار على سبيل المثال شايفين موجود كمان في USA هون مثلا 7.21 دولار موجود مثلا في USA كلهم احيانا يكون حتى من غير دول طبعا USA باعتباره سوق كبير ضخم جدا شايفين USA فهون شايفين في خيارات كتير في خيارات كتير كتير انا مرة اشتريت بطارية للكمبيوتر من سنغافورة عن طريق هذا شايفين فشايفين السعر هون شايفين قد فرق بالسعر بين هاد وبين هذاك كله في اليو اس اي عم بشوفه هون طيب فاحيانا بندور على السعر الارخص احيانا بندور على السعر الارخص شايفين طيب طيب نرجع طيب vocabulary 6 match the types of business in the box to the correct column 1 to 4 اذا نوصل بين types of business نمط العمل شايف نمط العمل in the box في هذا الصندوق to the correct column العمود الصحيح 1 الى 4 هدول هن عندي هون 1 2 3 4 طيب هون في عندي acronyms اختصارات شايفين ف بي تو سي ايش معناتها هي بي تو سي معناتها business to consumer شايفين من الاعمال الى المستهلك يعني من شركه لمستهلك مثلا بنقول بي تو سي شايفين بي من business سي من consumer التو بيناتهم بدل التو بكتبوها رقم اثنين طيب سي تو سي كونسومر تو كونسومر من مستهلك لمستهلك بي تو بي بزنس تو بزنس الام كوميرس الام كوميرس معناتها الام منين جاية بتعرفوا منين جاية الام الو معي يا جماعه دكتور ام معك معك ايوه الاي كوميرس الاي منين جاي قلنا من الكترونيك مو هيك الايميل ايه الكترونيك مو ايميل الكترونيك ايوه الاي تبعيت الايميل جاي الكترونيك بصير عندنا الكترونيك ميل طيب الام الموبايل الموبايل ايوه التسوق يعني باستخدام الموبايل عرفتوا التسوق باستخدام الموبايل التسوق المحمول يعني نقول طيب فالتايب اوف بزنس فهون اكسبلانيشن الشرح هون اكزامبلز هون امثله طيب واحد
Companies exchange information and make wholesale transactions. طيب. الشركات تتبادل المعلومات وبتبيع بالجملة wholesale معناته بيع بالجملة وبتقوم بالعمليات البيع بالجملة فإذا تتبادل المعلومات وبتقوم بعمليات بيع بالجملة سبيل المثال كافي سبلاير تو نسلي إنه مزود القهوة لشركة نسلي طبعا شركة نسلي هي شو بتعمل معالجة للقهوة وغيرها بالطالة مثلا نسكافيه وغيرها شايفين فبيجي سبلاير مزود بالقهوة شركة بتزودها بالقهوة مثلا اللي بدها تشتغل عليها طب هون نمط العمل ايش راح يكون معناته هل راح يكون بي تو سي ولا سي تو سي ولا بي تو بي ولا ام كوميرس سي تو سي دكتور ايوه سي تو سي تماما سي تو سي لانه لا عفوا مو سي تو سي عفوا بي تو بي ايوه بي تو بي بزنس تو بزنس اثنين اعمال اعمال نعم ايوه من ايوه اثنين اصحاب اعمال طيب فهون عندي بي تو بي طيب فاذا بزنس تو بزنس طيب اثنين شرح كومباني سيل برودكتس اور سيرفيسز تو كاستمرز اوفر ذا انترنت شايفين الشركات بتبيع برودكت بتبيع منتجات ايوه او خدمات للمستخدمين عبر الانترنت مثل امازون مثل امازون مثلا بي تو سي ايش شلون بي تو سي بي تو سي ايوه تماما بي تو سي طيب ثلاثه people sell or exchange second hand second hand ايش معنى second hand second hand يا شباب طب ايش معناته حرفيا ثاني يد ثاني يد ايش يد الثاني ايوه اليد الثانية معناتها مستخدم يعني عرفتوا يعني ما هو وكالة يعني انت لما تشتري سيارة من وكالته مستعمل انت لما تشتري سيارة من وكالته انت بتكون الفيرست هاند شايفين فهمتوا علي اما المستعمل بقول له سيكند هاند ما هو من الاصلي يعني ما هو الشيء الأولي دكتور هون سي تو سي ما هيك مستهلك people or sell or exchange second hand أيوة used items and تمام collectibles أيوة إيه طبعا الإيباي بين الناس نفسه مشان تبيع وتشتري نفسه عرفتوا فهذا سي تو سي تماما سي تو سي طبعا في مواقع لها الموضوع هذا شايفين فاذا للمقتنيات للامور المستعمله مثل الاي باي طبعا هذا موقع عالمي مشهور جدا شايفين انت بتمسك شغله عندك يا بتحط اعلان على الاي باي بيجي واحد ثاني بيتصل فيك شايفين مشان يشتريه منك في مواقع كان في فرنسا في موقع مشهور اسمه لوبونكو كان في فرنسا وفي بس حاليا نحن حاليا هذا الامر موجود عندنا ولكن عن طريق الفيسبوك اغلبه بصير شايفين طيب for customers purchase products and services via mobile devices الكاستمر المستهلكين purchase بيشتري يعني products شايفين products and services منتجات وخدمات via mobile devices عن طريق الموبايل فون فايش اسمها هاي الام كوميركل شلون الام كوميركل طيب هاي موجودة عندنا ولا ما هي موجودة عندنا هاي دكتور ايش معناتها ام كوميرك ام كوميرس التجارة المحمولة تجارة عبر الأجهزة المحمولة عبر الموبايل يعني
موجودة ما موجودة عنها كثير منتجات موجودة عنها هي ولا ما هي موجودة؟ موجودة وين؟ إيشو؟ أي خدمة؟ أي تطبيق؟ يعني مثل في تطبيق دكتور كاين أخبار إيه ومثل هون عم بقول لك مثل كان تشتري يعني أخبار نيوز أو سبورت ريزالتس أو النتائج اللي شايفين عن طريق الموبايل توصل له أو غيره حتى ممكن تشتري عبر الموبايل يعني إيه موجودة عندنا لا لا طيب في تطبيق جديد نازل اسمه بين يديك تمام موجود هلا متاح هلا هون في عزاز ما بتشوف الموتورات صفر في عزاز ذاك محل كناج موتورات صفر فهاي في تطبيق في تطبيق على الموبايل فون تطبيق منزل على الموبايل فون اسمه بين يديك شايف فبتدخل على التطبيق هذا وبتشتري عن طريقه شايفين؟ دكا فهي بتستخدم الموبايل في موضوع الشراء صارت هاي موجودة صارت حتى هون في عزاز صارت موجودة حتى هذاك نار حكوا لي يمكن وصول ما تذكره والله شغلة كتير صغيرة يمكن اداحة يمكن اداحة جابوا لهم اياها طيب سبعة give examples of the four types of business insects عطي أربع أمثلة عن هدول four types of شايفين طبعا في بقى هون كثير مواقع مختصه بهالامور هاي شايفين طيب طيب 8 writing what are the advantages and disadvantages advantages هي المنافع الايجابيات يعني والdisadvantages سلبيات شايفين of shopping online الشراء عبر النت الشراء عبر النت use this table to make notes and then make sentences فاستخدم هذا التيبل هذا الجدول حتى تدون ملاحظات وبعدها تركب جمل example there is more choice online but you can see things better in a shop فأقول لكم على سبيل المثال يوجد اختيارات اكثر اونلاين ولكن but you can see things better in the shop ولكن بتشوف الامور بشكل افضل في المخزن في شايفين في المحل في المحل شايفين فانتوا بتكون تربطوا بين جمل بتكون تحطوا هم ملاحظات وبعدها تالفوا جمل عليها تالفوا جمل هي بنترك لكم اياها نشاط في البيت شايفين بسالكم شلون تشتغلوا عليها مثل هاي الجمله there is more choice online شايفين but you can see things better in the shop طبعا هاي ايجابيه more choice online هي ايجابيه سلبيه you can see things better شايفين سلبيه وربطنا بيناتهم باستخدام but شايفين انه هالناحيه كويسه بس هالناحيه هاي ما هي كويسه هيك يعني بهالطريقه بيصير شايفين فهون في عندكم عده نواحي بدكم ملاحظات اللي هي security الامان speed السرعه choice اختيار الconvenience يعني الconvenience مثل موضوع انه الامر يكون موافق convenience ما بعرف اذا كان له معنى ثاني convenience شوف اذا كان له معنى الفرصه المناسبه ممكن يكون ممكن يكون ملائمه الوقت مثلا على سبيل المثال ممكن يكون هذا المقصود فيه convenience معناتها ملائمة فممكن يكون ملائمة أو ممكن يكون ملائمة الوقت يعني price سعر شايفين طيب نعم فايش ايش هون على سبيل المثال لو جينا للsecurity فايش الadvantages للشراء اونلاين وايش الdisadvantages للشراء اونلاين من ناحية security
دكتور الأمان أين ناحية يعني من ناحية الحركة حركة الإنسان؟ لا المصاري الدفع مثلا ناحية المصاري. دكتور أنا بظن إنه إيجابية إنه مشان عملية السرقة يعني وهيك. فيها إيجابية وفيها سلبية، إيش الإيجابية وإيش السلبية؟ الإيجابية إنه فيها إنه من النت يعني، فالواحد ما بيتعزل حتى يروح ويجي. لا عم نحكي من ناحية السكيورتي يا. من أمن يعني. نعم؟ إيه. دكتور على الأمام جزء الإيجابيات أنه مشان السرقة ممكن نقول كإيجابية ممكن نقول مثلا شايفين شلون يعني نقول مثلا no need to carry money شايفين أنه ما بتحتاج أنه تشيل المصاري في جيبك يعني نعم بتروح أنت على السوق ممكن تحتاج تشيل مصاري في جيبك مثلا على سبيل المثال شايفين لبعض الخدمات طبعا ما هو الكل شايفين أو you don't need شايفين to carry your إيش سميناها credit card شايفين إنه ما بتحتاج تشيل يعني بطاقتك إنه ممكن تنسرق بطاقتك مثلا عرفتوا أو ينسرقوا منك المصاري فهي إيجابية تبعيتها. أما السلبية السلبية شايفين السلبية تبعيتها إنه تبعيت الهاكرز شايفين يعني إنه في شايفين إنه في احتمالية possibility شايفين احتمالية انه ينسرق مثلا رقمك السري تبع البنك شايفين نعم او سرقة الحساب يعني ايوه ينسرق حسابك نعم شايفين فهاي مثلا سلبية يعني نقول ممكن نقول possibility of stealing your باسورد شايفين هاي سلبيه لانه ليش عم بصير اونلاين عم بصير اونلاين فممكن يصير في سرقه يعني بتعرفوا بزمان واحد هاكر سعودي شو اسمه كشف حسابات كتير عدد كبير من مواطنين اسرائيليين شايفين طبعا بطاقه البنك انت بس انكشف مكتوب الرقم مكتوب عليها بس انكشف الرقم والاسم ومعلوماته خلص صار بامكان واحد يدخل هالمعلومات وين ممكن يشتري عن طريقه طيب السبيد طبعا الادفانتيج السبيد انه بامكانك تدخل وتشوف بسرعه شايفين نعم شايفين يو كان ايش اسمه يو كان مثلا يو كان مثل ما تقول بروز اند تشوز وات يو وونت شايفين مثل ما نقول انه ايزلي بسرعه وبسهوله بدون ما تروح على البيت مثلا انت بتفتح الكمبيوتر وبتقلب وبتاخذ الخيار اللي بدك اياه والديز ادفانتيج انه هو الشحن شايفين عبر البريد نعم ايوه الشحن شايفين شيبمنت ممكن تاخذ شيبمنت ممكن تاخذ لوت اوف تايم يعني زمان لما اشتريت كتاب اخذ يمكن شيء 20 30 يوم لو وصلني اجى من دوله ثانيه والله اعلم معطي يمكن من الهند طيب بنوقف هون ونكمل ان شاء الله لاحقا نخلص الوقت طيب